يبدو إعجابي برامي بصراحة، يعني الحقيقة تشعر إنه بقى ثقل كبير جدا، ناضج بقوة طبعا، لكنه كمان التوقيت المناسب إمتى بيحط رجله، خايف على حتة ضربة الجزاء، ما عندوش حتة التهور، مدي حتة أمان لفرقته يا كابتن. شوف هو ما بتكلمش على رامي طبعا، أنا بتكلم على ياسر وكده، لكن رامي الحقيقة ظاهرة السنة دي تستحق التحية، مش النهاردة ده من زمان ولا امبارح، هو بقاله فترة هو عمر يعني ماشي كويس، هنعرف من زمان فاروق صلاح القصه ايه. في احسن حالاته. صحيح. بالاضافه الى انه يعني بقى موفق في تسجيل الاهداف، يعني سواء مع المنتخب ولا مع النادي الاهلي. اعتقد انه يعني الفتره دي افضل فترات ربيعه في تاريخه. صحيح. مع النادي الاهلي. ده صحيح. ثبات في المستوى، اخطاء قليله، تسجيل اهداف، قياده حكيمه، هدوء في الملعب، بتوجيه زملاته بشكل جيد، قياده واضحه جدا في قد الملعب، فبالتالي يعني اعتقد هو من نجوم المباراه النهارده. طيب. ربيعا اسال حضرتك السؤال ليكم انتوا الاثنين، هل غير المدرب كولر من طريقه اللعب في الشوط الثاني؟ ما غيرش حاجه، ما غيرش من طريقه اللعب، ما غيرش الا في الثلث الاخير من المباراه لما بدات. ما هو انا ده قصدي، ما هو ما غيرش لما عمل تغييرات في الدقيقه 70، حصل يعني تغيير كمال. عمر كمال اضطراري، يعني لاعب اضطراري، لكن تغيير نزول مروان ونزول كوكا ده تغيير فني. يحسب للمدرب ان هو عمل اضافه، عادت التماسك، مش عايز اقول سيطره 100%، لكن عادت تماسك لخط وسط النادي الاهلي. بقى من الصعب انك انت تخترقه، بعكس الشوط الاول اللي كان مستباح، كل لعيبه سيراميكا كانت بتعدي سواء بتمريرات عمقيه او بتمريرات طوليه او بمهاره فرديه، كان كله بيعدي بسهوله وبيوصل لمرمى شوبير او لخط ال 18. الشوط الثاني يعني الخطوره دي قلت بنسبه كبيره جدا على مرمى النادي الاهلي، خاصه في الثلث ساعه الاخير من المباراه، وبعد ما سجلنا الهدف الثاني. بقى في روح جديده موجوده في الفريق، الثقه بدات ترجع للفريق، التغييرات اعادت التماسك للفريق، بقى كل لعيب بيعرف ازاي ان هو يقف في مكانه، ازاي يغطي زميله، ازاي يمرر، ازاي يستلم. الشوط الاول او النصف الثاني من الشوط الاول كل ده ما كانش موجود.